اتكلمنا معانا الحبر الجليل نيافة الأنبا بولا على الكورونا، قلت لي ان الاعداد تنزلت جدا. بس انا هبقى شهادتي مجروحه على طنطا، زي واحد بنى برج عالي واحد مسك شويه فرشه كده يلون. انتظرونا على شاشه قناه سيسات لما الابناء يرثوا الاباء ويكونوا اقوياء وعندهم نظام بيكون العمل دايما ناجح وبيتقدم بالشكل. قول لي انت عايز بس هو انبا طيب. ممكن عند نيافتك، انا ما اعرفش الابرشيات التانية طبعا، لكن صوره ولادنا ال 30 هم طالعين السما كده فوق. حلقه خاصه في الاوقات التاليه على قناه سيسات تي في.